مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة بثاقبات قصبات الذرة وحشرات سيزامية والوقاية والمعالجة. كتعتبر حشرات سيزامية من بين آفات الأكثر ضررا على محصول الذرة بجميع المناطق المغربية. هذه الفراشة الليلية كتدوز من 4 أجيال في سنة، فالجيل الأول كيبدأ على زراعة القمح، في حين أن 3 أجيال أخرى كتعيش على الذرة. الجيل الثاني هو الأكثر خطورة، حيث كيتزامن مع مرحلة نمو صغيرة 3 إلى 4 أوراق وكيقوم ضرر كبير، وفي حالة عدم الوقاية والعلاج يمكن الجيل الثالث والرابع يضاعفوا الأضرار والخسائر. ولهذا من ضروري نستعملوا نظام إنذاري اللي يمكننا باش نحدوا من هذه الآفة قبل ما تدوز من القمح للذرة. فتتبع ديال طيران ذكور الجيل الأول حشرة من حقول القمح إلى حقول الذرة يمكننا من التدخل مبكرا والحد من الأضرار. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فكما كنقولوا ديما الوقاية أحسن من العلاج، وتبين بلي أحسن علاج كيكون بعد وقاية في وقتها. أولا الحلول الوقائية، فبعد الحصاد لازم نسحقوا البقايا ديال الفلاحة ونقلبوا الأرض باش نطمروها وننقصوا من اليرقات والعذراء اللي يمكن تدوز فصل الشتاء مخبية في بقايا الفلاحة. وهنا خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار بلي التدخلات الوقائية على مستوى واسع ومنظم أكثر فعالية منها على مستوى ضيعة بوحدها، لأن الفراشة كتنتقل بسرعة وعلى نطاق واسع. ثانيا العلاج، فباش نقوموا باستعمال المبيدات بالعقل ضد حشرات سيزاميا لازمنا نستعملوا تقنيات خاصه كترتكز على استعمال مصيدات بمعدل مصيده للهكتار لتفخيخ الذكور، مكونه من فيرمون جاذب لذكور الفراشات ولوحه مزوده بماده لاصقه كتثبت الفراشات، او مصيدات ضوئيه مزوده بنوع من الضوء فوق البنفسجي اللي كيسهل تفخيخ الفراشات اللي كتحرك بالليل. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، فبمجرد مراقبة خروج فراشات الجيل الأول بمعدل 3 ذكور في المصيدة وفي الأسبوع خاصنا نتدخلوا، والمكافحة ضد الجيل الثاني في الفدان كتكون ممكنة نظرا لسهولة الدخول للضيعة سواء بالتراكتور أو البوطة ديال الظهر، واستعمال واحد من المبيدات الحشرية كافي باش نحدوا من ضرر ديال الجيل الثاني. وتدخل على الجيل الثالث والرابع كيكون أصعب نظرا لعلو ديال الفلاحة واللي كيطلب آلية خاصة أو بواسطة طيران واللي ما متوفراش عند الفلاحة الصغار والمتوسطين. وفي الأخير أخي الفلاح، أختي الفلاحة، من أجل استعمال فعال مبيدات لازمنا جميعا نطبقوا مكافحة مندمجة بالمراقبة المتكاملة واللي كتشمل جميع وسائل المكافحة اللي ما كتدرش بالبيئة أو المستهلك، ونستعمل المبيدات الحشرية المرخصة من طرف مصالح السلامة الصحية بالكمية المنصوح بها وبالماء والضغط الكافي باش نرفعوا من فعالية التدخل، ولازم نحبسوا استعمال الدواء الأقل شر قبل جني المحصول. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.